السلام عليكم، أهلا بكم، يا ويلكم يا ويلكم على قناتنا بي ذا فيرست. خليك الأول. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان نقدر نقول عليه امتحان لذيذ، يعني يلم لي كده المنهج تقريبا من يانت 7 لغاية يانت 10. معاكم محمد أسامة، ورقة وقلم، وليتس جيت ستارتد. تعال نبدأ مع بعض كده، هو سؤال المحادثة، ونشوف سؤال المحادثة بيتحل ازاي يا شباب. سؤال المحادثة علشان تقدر تحله صح، أول حاجة read it as a whole. يعني إيه read it as a whole؟ يعني لازم تقرأ قراءة كاملة على بعضه علشان تقدر تحدد التنس، تقدر تحدد الزمن، وكمان علشان تقدر تحدد خطوات تكوين السؤال. إيه هي؟ أول حاجة عن ال WH، وبعديها على طول فعل مساعد، وبعدين فاعل، وبعدين باقي الجملة. تعال نشوف. What's your favorite sport? Is football a team or a pair sport؟ طالما هنا حدد لك يبقى حضرتك هنا لازم تكون جاوبت ومتقيل لي football. ضروري تحل وتعرفني جبت كام من كام. بيقول لك يا سيدي is football a team or pair sport؟ يعني لعبة جماعية ولا لعبة زوجية اللي هو 2 قصاد 2؟ طبعا هنقول a team sport يعني فريق جماعي. We win at football by scoring the most goals. بنكسب في الفوتبول عن طريق احراز اعلى الاهداف. يبقى هنا عندي يا سيدي باي، يبقى هحط على طول هاو. خلي بالك بقى ما تنساش النقطه بتاعت الفعل المساعد، يبقى هاو دو. عايز تقول وي او يو ما عنديش مشكله، يبقى هاو دو يو وين ات فوتبول، ازاي تقدر تفوز في لعب كره القدم. My favorite player is ابو مكه محمد صلاح، يبقى هنا بنسال على عاقل، يبقى هو از يور فيفوريت بلاير، يعني مين اللاعب المفضل بتاعك. حلو. از هي ا كليفر بلاير فور شور، او نقول شور او اوف كورس. قشطه، نخش على السؤال الثاني. السؤال الثاني سؤال الكومبليت، ده بيبقى عباره عن ست كلمات زي ما احنا شايفين، بيبقى فيهم اثنين ليهم علاقه بالجرامر، الاثنين دول يا اولاد ليهم علاقه بالجرامر، وبيبقى عندنا اربع فراغات نبدا نشتغل عليهم. هسيبك ثواني كده اهوت وبعدين انا هبدا احل على طول. Lions are strong animals. They are not in Africa. انا هنا بتكلم على باسيف، يبقى they are found in Africa. Their main نقط is the desert. طبعا لو بصيت على الاختيارات فوق هتلاقي كلمه habitat اللي هي معناها الموطن او المسكن. They sometimes live in a large، أحيانا بيعيشوا in a large group، يبقى بيعيشوا في جروبات. They not to the cat family، يبقى they belong to، هم ينتموا إلى، يعني الأسد طلع يا سيدي من عيلة الفئران. ندخل بقى على السؤال اللي تشوز. النقط is a place with water and trees in a desert. حاول كده تحل بالاستبعاد، هو مكان فيه مية وكمان أشجار. فين؟ فين في الصحراء. بنك ديت اللي هو البنك أو ضفة النيل، وطبعا ديت واحة، أوشن دوت فيري بيج سير، وأيلاند اللي هي الجزيرة. يبقى لو هتحل بالاستبعاد يبقى لازم الواحة اللي هي أويسس. ريديوس، ريديوس دي يا شباب معناها يقلل، أند إنكريز، وإنكريز ديت معناها يزود، يبقى الاثنين دول لو هتحل بالاستبعاد يبقى لازم تبقى أنتونيم اللي هو عكس بعض. A نقط is a machine in a space that goes round the earth. وخلي بالي هنا قال لي ماشين، ماشين يعني آلة، يبقى في الحالة ديت لازم يكون الساتلايت اللي هو القمر الصناعي. Climate نقط is a serious problem. serious ديت لو احنا هندور على سنونيم ليها هتبقى بنات كلمة dangerous. dangerous problem مشكلة خطرة، يبقى climate change تغير المناخ. The area was covered with water as there was a نقط. المنطقة انت عندك هنا كلمة drought ديت معناها جفاف، يبقى اتملت بمية يبقى كان في flood فيضان. A نقط is a view showing an area of land. حاجة كده بتوريك المساحة بتاعت اللاند، يعني ممكن نقول منظر طبيعي تبقى landscape. A نقط is a place where horses are kept. مكان الحصانة طبعا منيو، stable، stadium، studio طبعا تبقى stable. When all the trees in area are cut down. هنا بيقول لك لما كل الأشجار تتقطع كده هو، ده معناه
globalization اللي هو العولمة، flood فيضان، drought جفاف، deforestation إزالة الغابات. The energy الطاقة from the sun is called الطاقة اللي جاية من الشمس اسمها solar. We form هنا form يعني make يعني بتكون. The name from weave عايز اكون الاسم من الفيرب بتاع weave. We add the suffix طبعا السفيكس دوت اللي بيبقى في الاخر يبقى weaving ing. The force force يا شباب معناها القوة. That attracts attracts معناها تجذب. Things or people تجذب الأشياء أو الناس to the center of the earth لمركز الأرض is gravity الجاذبية. لكن الجرافيتي دي بتاعت الترم الأولاني اللي هي الرسم على الحيطان. Sustainable sustainable معناها اللي هو الحاجة المستمرة and non-renewable والغير متجدد. يبقى دي مستمر ودي غير متجدد يبقى برضو antonym. An art is a person who travels into space. خلي بالك طالما قال لي يا شباب travels into space بيسافر للفضاء يبقى astronaut astronaut. The natural home الموطن الطبيعي of a plant or an animal is called اسمه habitat اللي هو الموطن أو المسكن. يعني هنا برضو عايز السينونيم لكلمة natural home. The antonym of dead antonym طبعا حضراتكم عارفين إن هي معناها مضاد. عكس dead alive على قيد الحياة. The antonym of لازم دي تتقري صح close. Close ليها معنى ايه؟ لو هتتقال close هيبقى بمعنى قريب، لكن لو هتتقال close يبقى بمعنى مقفول. يبقى the antonym of close عكس قريب remote اللي هي far from او far away بعيد يعني. A plant نبات which lives in the sea بيعيش في البحر usually near the coast جنب الساحل is called excellent sea grass. Not means very big in size or in amount. معناها very big. أنا عايز السينونيم بتاع كلمة very big طبعا هتبقى enormous ضخم. Not warming is a serious problem. Global warming الاحتباس الحراري. The opposite of lazy عكس lazy طبعا يا بنات active نشط. Not means making cloth, carpet, basket, etc اللي يختصر لكلمة extra إلى خيانة. By crossing threads عن طريق ان انت تقعد تعدي كده الثريدز. threads دوت اللي هو الخيط قوي يبقى weaving. A knot is a young plant or tree grown from a seed طبعا انا هنا عايز الايه اللي هي البذره الصغيره seedling. And knot means a particular part. particular part معناها منطقه خاصه of a country town etc طبعا دي بالنسبه لي هتبقى area اللي هي المنطقه. ريجيم معناها اقليم، ايرا معناها عصر، ارت معناها رسم او فن. اير نقط means damage caused to the air by chemicals and waste يبقى air pollution. We formed the adjective from wire يعني عايزين نكون الصفه من كلمه wire by adding the suffix طبعا احنا عارفين wireless. Relating to the North Pole حاجه كده وقت ليها علاقه بالنورث بول or the South Pole means طبعا الحاجه القطبيه معناها polar. polar اللي هو قطبي. A knot is another word for a man طبعا هتبقى fellow رفيق. تعالى بقى ايه نبدا نلعب مع بعض في سؤال الكوركت. حاول كده وحاول كده توقفوا الفيديو وحاولوا تحلوه وعرفوني جبتوا كام من كام. معلش انا ما برقمش لاني بعمل الاسئله هبدا كده ورا بعض بحط اسئله على طول. Egypt is not visiting by more than 14 million tourists. خلي بالي هنشرح بقى واحنا شغالين. ايجيبت ده بالنسبه لي اوبجكت، اوبجكت يعني مفعول، طالما عندي اوبجكت او باسيف لو هنراجع بقى قاعده الباسيف يا ريت نشوف وصف الفيديو هنلاقي الليسته بتاعت الشرح كله. انا عندي باسيف عندي نوعين في المنهج، عندي باسيف اللي هو البريزنت ام از ار بلس بي بي. والباست بتاعه ادي اوبجكت وبعدين ووز اوير وبعدين الفيرب بتاعي باست بي بي. باست بارتيسيبل يعني تصريف ثالث. يبقى احنا هنا متفقين ان الفعل بتاعي لازم يكون تصريف ثالث يبقى الاجابه لازم تكون visited. امين. Before الله عليك يا مستر محمد الله عليك انت والله. Before يا شباب ليها قاعدتين خلي بالك بقى معايا. لو انت عندك subject لو عندي سوري لو انا ما عنديش subject يبقى هقوم حاطط الاول ing لو ما عنديش subject. طب before اهي. Before بقى لو انت عندك subject لو انا عندي ها هجيب past simple والجمله الثانيه past perfect
يعني هات ببي. تعال نشوف، عندك هنا بي 4 ما جاليش سبجكت، يبقى الاجابه جوينج. ما حدش بقى يشغل دماغه ويقوم قايل لي ايه بي 4 ذي جو او ذي ونت اوت، لا ما تنفعش. طب ليه يا مستر؟ ما هي صح، حطيت سبجكت وحطيت الفيرب في الماضي. يا حبيبي هو هنا اصلا بيختبرك في القاعده اللي من غير سبجكت، وريحك نموذج الاجابه هينزل انه من غير سبجكت هيحط لك اي ان جي على طول. امين. Someone has broke the window. طيب انا هنا عندي has، يبقى ده زمن البريزنت بيرفكت، معنى كده ان انا عندي have او has، يبقى الفعل بتاعي تصريف ثالث، يبقى الاجابه بتاعتك لازم تكون broken. If he cut his hand, he not will take him to hospital. خلي بالك انا هنا يعني ايه بحب العب شويه بالفيربس ديت. انت عندك هنا cut، ده تصريف ثاني. طب عرفت ازاي؟ تعال كده نشوف الفرق ما بين الكلمه دي او الجمله دي والكلمه دي كده من غير ما نكملها. انت عندك هنا هي كات وهنا هي كاتس. طبعا انت كده فهمت ان ديت بالنسبه لك مضارع علشان حطيت مع هي اس، يبقى ديت ماضي، يبقى ديت الحاله الكام؟ الحاله الثانيه. طب اف الحاله الثانيه سبجكت وبعدين باست سيمبل والجمله الثانيه وود بلس انفينيتيف، هنا جايب لي ويل، يبقى انا هحطها سوبر وود. More land desert if there were more droughts. مش مهم المعنى، انا يهمني نوت ان if جه بعديها ماضي بسيط، يبقى ديت حاله ثانيه، يبقى الاجابه بتاعتي would become. سوبر سوبر سوبر. You should avoid، لازم نحفظ الافعال ديت، avoid بيجي وراها اي ان جي، يبقى الاجابه بتاعتي sitting. What will happen if he، يبقى حاله اولى يبقى studies. طب فكرني ايه في حلقه اولى؟ عيني بس كده اوامر. اف هيجي بعديها على طول بريزنت سامبل مضارع بسيط، والجمله الثانيه ويل ومصدر، وسامحوني على الخط العظيم ده. After he do the homework he slept. عندك قاعده after، خلي بالك after برضه ليها قاعدتين، من غير سبجكت اهو محطط للفيرب اي ان جي. طب لو عندي سبجكت يبقى after، وعندي سبجكت هيجي بعديها حبيبي، والجملة الثانية past simple، يعني الإجابة هنا هو لازم تكون had done. مراجعة قوية ديت على فكرة 107 ل 9. suggested بيجي بعديها ing، يعني الإجابة بتاعتي لازم تكون swimming. Egypt طبعا ديت هنغشها من اللي فوق أو الواحدة، is visited كنت عاملها ديت في الامتحان. The thief not didn't seen by the police، متأكد إن كتير هيغلط فيها، هنا الإجابة لازم تكون wasn't. طب ليه؟ The thief هنا الحرامي ده object. طب عرفت منين؟ عينك على الفيرب. انت عندك سين ديت فعل تصريف ثالث، يبقى معنى كده ان الجمله بتاعتي passive. طب ليه wasn't مش isn't؟ لان هو هنا جايب لي didn't ديت ماضي، يبقى انا لازم اغير لماضي، يبقى الاجابه لازم تكون wasn't. She has been، انت عندك ان هو دوت perfect continuous، يبقى revising. ليه revising؟ لان انا عندي بيتكون من subject وهاف وهاز. يا ريت نكتب كل الملاحظات دي، بين اول ما تلاقيها تقوم حاطط اي ان جي، حدث بدا وشغال ولسه مكمل. لانش كوكت باي هير يسترداي، برضو الجمله باسيف، بسال على الاوبجكت، تبقى الاجابه بتاعتي لازم تبقى ووز. ستوبد هيكون وراها اي ان جي، لو الحدث خلص يبقى الاجابه بتاعتك درينكينج. ديد هي يوز تو، طبعا قاعده يوز تو افتكر كده، يوزد تو اعتادا لازم يجي وراها الفعل في المصدر. تقريبا الامتحان تقريبا يعني من 53 او 52. اتمنى ان انت تكون جبت الدرجه النهائيه. عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتس. في الامتحان اللي جاي، السلام عليكم.